السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، ورحب بكم عبر برنامج المؤشر وهذه الحلقة الخاصة عن قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر الإمارات واحدة من الوجهات الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والمعلوماتية على مستوى العالم. في هذه الحلقة سنكشف عن التطورات والإنجازات التي شهدتها هذه الصناعة بالدولة وخطط القطاع المستقبلية على ضوء التحول الرقمي المستدام. وقبل البدء سنستعرض أبرز مراحل تطور هذا القطاع في دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية. عززت دولة الإمارات ريادتها في قطاع الاتصالات عبر مواصلة الاستثمار في شبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، وإعادة تأهيل الشبكات الأرضية بكابلات الألياف الضوئية لمواكبة حجم البيانات الكبيرة والتحول الرقمي في الدولة، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم بالقطاع لتوفير بنية اتصالات مثالية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات. ويقدر حجم سوق الاتصالات في الإمارات بنحو 33 مليار درهم في عام 2023، فيما يتوقع أن يصل إلى 39 مليار درهم بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.15% وفقاً لشركة موردر إليجنس للأبحاث السوقية. وستواصل دولة الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك نشر شبكات للجيل الخامس وإطلاق مشاريع ومبادرات المدن الذكية المختلفة. وتبرز أهم توجهات الدولة في أن تكون السباقة والأولى عالميا في التكنولوجيا والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بكافة تقنياته، لذلك وضعت أهدافا واعدة بالاعتماد عليه بشكل كامل وبنسبة 100% في الخدمات وتحليل البيانات بحلول عام 2031 للارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتقدم التكنولوجي والبحث والتطوير. وللحديث أكثر حول تطور قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة يسعدني ويشرفني استضافة سعادة ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحب بك سعادتك. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله وشكرا بداية على الاستضافة. يسعدنا ذلك. بداية حدثنا، أين وصل دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير بنيتها التحتية على مستوى الإنترنت والتكنولوجيا والحكومة الرقمية؟ هذا حديث يطول الكلام فيه، ولكن ولله الحمد اليوم إحنا وصلنا إلى درجة عالية من أفضل البنى التحتية في قطاع الاتصالات. دولة الإمارات اليوم عندها تقريبا يدخل لها أكثر من 17 إلى 19 كيبل بحري ذات سعات عالية، أحد الممكنات اللي رفع من قدرة وسرعة الإنترنت عندنا ونقل البيانات. عندنا على المستوى شبكات الهاتف المتحرك لدينا الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. الجيل الخامس احنا اطلقناه في النصف من عام 2018. اليوم عندنا تغطية تقريبا تفوق 93% لكل المناطق المأهولة. الجيل الرابع اقول لك 99% مغطين جميع المناطق. عندنا الالياف البصرية، دولة الإمارات الأولى على مدى الست سنوات الماضية في نسبة الألياف الضوئية الواصلة إلى البيوت بنسبة 97%، ها أعلى نسبة. طبعا ها يمكن الدولة والمقيمين من استخدام الخدمات اللي احنا اليوم قاعدين نشوفها. احنا اليوم نتكلم على عندنا ولله الحمد شعب رقمي، وهذا اتضح في الانتخابات اللي صارت الاسبوع قبل في بداية شهر اكتوبر. خلال 4 أيام 93% من اللي صوتوا عن طريق
الهاتف المتحرك. هذا يعكس لك أن أنت اليوم تتعامل مع شعب رقمي. فكان يعني من غير العدالة أني نقدم لهم نظام انتخابات تقليدي، لهذا احنا استخدمنا نظام. طيب ما أهمية البنية التحتية في تطوير دور الانترنت وأيضا التكنولوجيا؟ أما تكون عندك على هالمستوى من البنية التحتية، هني أنت تستطيع تسهل الخدمات المقدمة إلى المتعاملين. في 2013 أذكر الله يحفظه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جمع جميع موظفي الحكومة، وقف على الستيج وقال، مسك بإيده تليفون، قال أبغي خدمات الحكومية كلها تكون متوفرة على هذا الهاتف. وأعطانا 24 شهر. خلال هالفترة بنينا شبكة الاتحادية، ربطنا الجهات الاتحادية كلها، وفرنا الرابط الحكومي اللي من خلاله يتم تشارك جميع البيانات بصورة سلسة وآمنة، طلعنا بالهوية الرقمية لأني أنا أقدر أتحقق من شخصيتك ديجيتالي. أنا اليوم أقدر أقول من غير ما أشوفك، من غير ما أطلب منك وثائق، أنا تأكدت أن أنت فلان فلان. وهذا بحد ذاته سهلنا أشياء كثيرة. أنا عندنا اليوم لله الحمد بنوك افتراضية اليوم ما تحتاج، يعني ما عندهم مركز على فكرة، تتواصل معاهم وتقدر تفتح حساب عن طريق الهوية الرقمية لأنه خلاص تحقق منك، ويقدر ياخذ يطلب منك صورة الجواز والهوية بكبسة زر، أنت اللي تعطيه الموافقة تتحول له لأنه موجودة بالنظام. كم هي نسبة التسجيل في الهوية الرقمية؟ عدينا 6 ملايين، خلينا نقول في حدود 6.5 ملايين. أنت حط في بالك أن هناك منهم أقل من 18 سنة، هناك قد يكونون ناس جدا كبار، فإحنا وما أقول يعني ما بس المواطنين، ترى أنا أتكلم على كل اللي موجودين، حتى الزائرين يستطيعون يحصلون على الهوية الرقمية. يعيش على دولة الإمارات أكثر من 230 جنسية تقريبا، هل غطيتوا كل اللغات؟ هذا أحد الأشياء اللي كنا دائما نفكر فيها، واليوم بالبنية التحتية اللي احنا وصلنا لها، وكون اليوم بدينا نسخر الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات. اليوم عندنا والله الحمد في جايتكس خدمة موفرة فيها 57 لغة، تقدر تسأل أي سؤال بأي لغة من هال57. طبعا هالبداية، وراح يجيك الجواب، طبعا أنت ممكن تكتبها نصيا أو تسجلها صوتيا، راح يوصلك الجواب. أولا راح يتعرف على لغتك، راح يحولها إلى، إذا أنت كان سؤالك صوتي بيحوله إلى نص، وبيحلل هذا النص وبيرد عليك نص وأيضا صوتي بلغتك. فإحنا اليوم أما نقول 230 جنسية ولغات متعددة، نظرنا في الموضوع أما يطلع تشريع، أما يطلع تنبيه تحذير، أو تبغي تتواصل، كيف تتواصل مع الناس كلهم؟ اليوم بيكون من السهل هذا التطبيق، هذا الرقم تتواصل عن طريقة، تقدر تعرف كل ما صاير اليوم في الحكومة من تشريعات، من تنبيهات، من هاي الطريقة أنك أنت تتواصل، والجميع راح توصل المعلومة باللغة اللي هو يتكلم فيها. سعادة ماجد السلطان المسمار، مستمرين معك إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ونرجع لكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، رجعنا أخرى عبر برنامج المؤشر، وهذه الحلقة الخاصة عن قطاع الاتصالات، وضيفي سعادة ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة. سعادتك، نتحدث الآن عن التشريعات. التشريعات هي أهم التحديات التي تواجهها العالم في ظل التطور الحاصل في التكنولوجيا، كيف يمكن التغلب عليها؟
دائما ما يتم وصف المنظمين انهم دائما يتاخرون في وضع السياسات، وهذا اللي اخر الخدمات الجديده في تقديمها للجمهور. في القمة العالمية للحكومات بهالسنة 2023 أطلقنا ما نسميه بالبيئة التشريعية، اللي من خلالها أنا قاعد أمكن اليوم عندي مثلا المشغلين عندهم منظومة يبغون يجربونها، أنا أخصص لهم بيئة، مكان محدد، زمن محدد، عملاء محددين، يقدر يجرب هذه المنظومة في هذه البيئة من غير ما يلتزم بأي تشريعات. على ضوء النتائج نبتدي نحلل ونشوف وين إذا في هناك مشاكل، بعدين نبتدي إحنا نحط ونقدر نتوافق ونتوصل إلى حل فيما بيننا وتطلق هذا. سابقا لا انطر لا تنزل هالمنظومة لما أنا أدرس وحط قوانين وتشريعات، وهذا قد يأخذ على فكرة سنة سنتين أو أكثر. اليوم لا، على طول عندك منظومة، عندك خدمة، تعال خلنا نجربها في هالبيئة المغلقة، قلت لك في وقت معين، في زمن، في مكان معين، في زمن معين، وعلى عدد من المتعاملين اللي يطلبهم المشغل. في بهالطريقة احنا سهلنا عليه، جرب الخدمة، شفنا اذا فيها مشاكل ولا لا، فعلى طول هاي تنزل السوق بسلاسة من غير اي مشاكل. طيب كيف يمكن حماية المستهلك خصوصا في ظل التطورات الحاصلة ووجود الهاكرز والاختراق الالكتروني؟ شوف احنا والله الحمد لدينا فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، دائما هناك حملات توعوية، حسابات الهيئة كلها لو تدخل عليها فيها حملات توعوية، عندنا الأكاديمية الافتراضية ونقدم خلالها دورات للموظفين الحكوميين، أيضا القطاع الخاص موجودة، كل حد يقدر يدخل على فكرة وياخذ بعض الدورات اللي بالفعل ترفع من قدرات فهم الإنسان على المخاطر المحدقة على الإنترنت. يعني اليوم قبل شوية كان في عمل مشترك بيننا مع توك توك ومع مجلس الإمارات للإعلام، محاولة لتوعية العائلات كيف يتعاملون أو كيف تعاملهم مع أبنائهم فيما يتعلق بتواجدهم على ساحة الإنترنت، وكيف يفهمونهم الأخطار المحدقة فيهم وكيف يتعاملون فيها، كيف يبلغون. وبهالطريقة احنا يعني نحاول ان اعرف نوصل المعلومة، اذا المعلومة موجودة صدقني ما راح يكون هناك في اختراق. طيب هل هناك تشريعات او هل ستكون هناك تشريعات خاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي؟ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هناك وزارة معنية بذلك بالتأكيد، سأكيد في تعاون بينكم. نعم في تعاون، احنا ناخذ مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أما وجهت بعض الجهات المختصة تدرس مدى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. طبعا هناك في مساوئ وهو على علم، بس ركز، خلونا ندرس وين نقدر نستفيد من هاي التقنية اللي بالفعل. أنا شوف كل شيء له يعني مثل ما تقول استخدام سيء واستخدام صالح، خلني أركز أنا كيف أستفيد. هذا ما راح الأشياء السيئة ما راح تمنعني أني أنا أعيش حياتي بأسلوب متطور، بأسلوب عصري، بأسلوب
رقمي. هناك تقرير أصدرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة رقم دولة الإمارات أن نسبة مستخدمي الإنترنت مقابل عدد سكان دولة الإمارات وصلت إلى 99%. فهل باتت البيئة الرقمية للقطاع متكاملة وما هي لتحقيق قفزات جديدة؟ وهل تم تغطية جميع الخدمات أن تقدر تستخدم جميع الخدمات عبر الهاتف المتحرك؟ شوف، عندنا على حسب الإحصائية تقريبا الشخص في دولة الإمارات يعني بمعدل تواجده على الإنترنت في حدود 6 ساعات وشيء. وهذا يبين لك أنت تتعامل مع شعب رقمي، وهذا وعي عالي، بنية تحتية متطورة، هذا اللي يخليك يعني وصلنا إلى 99% استخدام للإنترنت في دولة الإمارات. خدماتنا يعني أتذكر في 2015 كان في متطلب أن الخدمات كلها تكون عن طريق الهاتف، هذا كان الهدف أن نوصل في 2015، لأن بدينا 2013 وصلنا 96.7 إذا أنا ما بغلطان في هذاك الوقت 2015. اليوم تقريبا غالبية الخدمات، إلا هناك بعض الخدمات يعني قد ما يكون يعني من السهولة إنما غالبية الخدمات اليوم تقدر أنت تسويها أونلاين من غير ما تتحرك من مكانك. وأنا ضربت لك مثل في المصرف، مصرف ما أبغي أذكر أسماء، عندنا مصرفين اليوم تقدر أنت تفتح حساب من غير هذا. اليوم تقدر حتى تقدم على رخصة عمل خلال 15 دقيقة وتحصل عليها. طيب، كم هي نسبة حماية المستخدم في دولة الإمارات في ظل هذا التواجد الكبير من عدد سكانها على شبكة الإنترنت؟ شوف، أنت محمي طالما أنت عارف كيف تتعامل مع هاي التقنيات. يعني بس إذا 99% يستخدم، لا نعم، هذا على الإنترنت تواجدهم استخدام الإنترنت. نعم، 99% مقابل خدمات مقدمة بنسبة عالية. بس مو بس الخدمات، ترى أنا أتكلم حتى تواجدك أنت على الإنترنت على التطبيقات اللي أنت تدخل عليها. اليوم أنت يمكن تقريبا بمعدل 6 ساعات من وقتك تقضي على الإنترنت، منها إنجاز خدمات، منها أشياء ترفيهية، منها أعمال، منها دراسات. اليوم ترى احنا عندنا تعلم ذكي وتطبيقات عن بعد، وانت شفت خلال كوفيد 19 كم نسبة الوعي؟ خلينا نقول بالنسبة والله يعني تختلف أمانة. أنا قد أكون متعلم ولكن أنا ما شفت مثلا هالجزئية التوعية عن شو ممكن يصير إذا أنا جاني OTP أعطي الكود لحد ثاني إذا طلبه مني ولا لا. مجرد أنا ما عرفت هالمعلومة ترى أنا ممكن أزل وأعطي هالرقم وهالكود لحد ثاني ويتم استغلال حسابي. نعم، هناك في من الناس متعلمين إنما يكون مشغول ويا شيء على طول ضغط يحصل. ما تقدر، أنا بقول لك ما حد محمي 100% من هجمات سبرانية أو احتيالات. اللهم أنت كإنسان طور من قدراتك، كل شيء موجود اليوم عن طريق الإنترنت. هالوقت اللي أنت قاعد تقضيه لو بس تخصص جزء منه تشوف التوعيات اللي احنا نصدرها. السؤال الأخير، شو هي نصيحتك لمستخدمي شبكة الإنترنت خصوصا ونسبتنا كما ذكرت دولة الإمارات هي نسبة عالية جدا؟ كونوا حذرين ولا تشاركون بياناتكم مع أي حد، لأن لا بنوك ولا جهات أخرى راح تطلب منك عطني الرقم اللي وصلك، واللي بيكلمك قل له أنا شو اسمي الكامل، ما يعرفك، هو متصل على رقم. فكونوا حذرين وشوفوا يعني الدروس التوعوية اللي يتم نشرها
من خلال منصات والتواصل خدمات التواصل الاجتماعي، يعني كل شيء اليوم متوفر. فالله يحفظ الجميع يا رب. الحمد لله وصل نسبة عالية من مستخدمي الانترنت على مستوى العالم، وحكومتنا مهتمة بهذا الشيء، وأيضا شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على هذا ما شاء الله يعني نسبة الوعي عالية، لكن نوصل أيضا نأمل وصول نسبة القصوى من الوعي وعدم الاستخدام السيء للانترنت، وإن شاء الله ما نوصل لتطلعات حكومتنا يكون المركز الأول أيضا عالميا. هذا طبيعي. إحنا دائما طموحاتنا ما لها السقف أمانة، وإحنا مو مسألة ننافس، إحنا ننافس أنفسنا. كل ما نوصل لقمة إحنا نتطلع إلى القمة التي تليها. إحنا اليوم على فكرة الأول على مستوى المستوى العربي في الخدمات على الإنترنت الأونلاين سيرفيس، المرتبة 13 على مستوى العالم. ها المؤشر مؤشر تنمية الخدمات الحكومية ينشر من قبل الأمم المتحدة كل سنتين مرة، احنا الأول عربيا و13 عالميا، ونطمح ان نكون ان شاء الله على في على حسب رؤية نحن الإمارات 2031 ان نكون من المراتب الثلاث الأولى إن شاء الله. ونحن متأكدين من هذا الشيء في ظل وجود هذه القيادة، وجود ما شاء الله الجيل المتميز من القيادات أمثالك سعادة ماجد سلطان المسمار، والاهتمام الكبير في قطاع وتطوير البنية التحتية الاتصال التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا البنية التشريعية. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح والوصول لأعلى المراتب بإذن الله. سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة والنصائح الرائعة. تحياتنا لك وإن شاء الله نلقاك في الحلقات القادمة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونرجع لكم بإذن الله، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عندما نتحدث عن قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز دبي في تقديمها للخدمات التي خرجت عن العمل التقليدي، من ضمنها الخدمات السحابية المخصصة للجهات الحكومية وكذلك منظومة إنترنت الأشياء، وذلك من خلال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. مشاهدينا الكرام، ولتسليط الضوء اكثر على الخدمات التي تقدمها شركه الامارات للاتصالات المتكامله، دو معي في الاستوديو هنا استاذ فهد الحساوي رئيس التنفيذي لشركه الامارات للاتصالات المتكامله. دو رحب بك استاذ فهد. بدايه حدثنا عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال الاعوام الخمس الماضيه لتطوير البنيه التحتيه لشبكه الجيل الخامس. شكرا اخوي مروان على الاستضافه. طبعا بخصوص شبكه او الاستثمارات بشكل عام، خلني أختص الاستثمارات في شبكة الجيل الخامس. نحن بدأنا استثمار في شبكة الجيل الخامس في سنة 2019، كنا ولله الحمد من أول المشغلين في العالم ومن أول الدول في العالم اللي بدأت الاستثمار في هذه الشبكة. استثمرنا ما يقارب مئات المليارات في هذه السنوات لين اليوم. لله الحمد وصلنا إلى تغطية تبلغ 98.5% من المناطق المهولة في العالم. اليوم شبكة دو للجيل الخامس هي أكبر شبكة في الإمارات من ناحية الاستعمال وحجم الترافيك اللي فيها.
فنحن بصراحة راضين جدا عن الاستثمارات اللي عملناها في هاي يعني الشبكة، بالإضافة استثمرنا في شبكة الألياف الضوئية، استثمرنا في التحول الرقمي لمنظومة تكنولوجيا المعلومات الموجودة في الشركة. ما تقييمك للطلب على خدمات الاتصال فائقة السرعة في الدولة، وخاصة مع وجود الكثير من الخدمات المبتكرة وسريعة النمو؟ طبعا نحن في تعاون مستمر وتنسيق مستمر مع هيئة تنظيم الاتصالات والتحول الرقمي في دولة الإمارات، دائما في معايير اللي نتبعها هي أفضل معايير عالميا، ولله الحمد قدرنا نوصل لأفضل المعايير، سواء كانت في السرعة، سرعة التنزيل البيانات أو سرعة تصعيد البيانات، في التغطية، في جودة ورضا العملاء. نتبع جميع المعايير الموجودة وأفضلها في العالم، وقدرنا نوصل للأفضل الحمد لله. أعلنت دو نيتها تطوير منصتين للذكاء الاصطناعي، حدثنا عن ذلك، وهل هناك تعاون في هذا الإطار مع قطاعات أخرى؟ طبعا اليوم حنشوف التغير اللي صاير في الحكومات والشركات والتحول الرقمي، يترتب عليه إيجاد حلول مختلفة، حلول تقنية متطورة. نحن قدرنا عن طريق شركائنا أن نوفر أفضل الحلول، سواء كانت في الذكاء الصناعي، سواء كانت في البلوك تشين، سواء كانت في الإنترنت اللي هو الإنترنت الأشياء. بهذه الطريقة نقدر نوفر حلول متكاملة. اليوم حلول الذكاء الصناعي موجودة من أكثر عن مورد، على سبيل الذكر مايكروسوفت، أمازون، كلهم شركاء لدو، وكلهم نحن نقوم بتوفير خدمتهم لعملائنا. توجهت الشركة مؤخرا ضمن خططها التوسعية بتقديم خدمات خاصة بأتمتة قطاع الصناعة والبنية التحتية، أين وصلتم في هذا المجال؟ قطعنا شوط كبير أخوي مروان، الحمد لله قدرنا ننافس شركات كبيرة في هذا المجال. مؤخرا فزنا بعقد كبير لشركة بدون ذكر الأسماء، بس من أكبر المصنعين في الدولة، قمنا بتغيير خط الإنتاج لهم بالكامل باستعمال روبوتات، باستعمال شبكات الجيل الخامس البرايفت بس لهم هم. قدرنا نزيد من إنتاجية هذه الشركة بمقدار 30%. هذا كان يعني مثال حي لقدرات شركة دو في هذا المجال. اليوم في معرض جايتكس عندنا منصة عرض لهذا المشروع، وكان في إقبال كبير من جهات مختلفة أن نطبق نفس الحلول هاي عندهم. الجمهور دائما ما يطمح للخدمات الجديدة والمتطورة، والناس عادة ما تسعى للأفضل. ما هي الخدمات التي تسعون لتقديمها للجمهور، خصوصا مع التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا؟ طبعا أنا أشوف نقلة نوعية حصلت في الدولة بعد تطبيق أو نشر شبكة الجيل الخامس، لأن في استعمالات كثيرة الجمهور يقدر يستعملها. على سبيل المثال الناس المهتمين بالجيمز، الألعاب، شبكة الجيل الخامس توفر لهم قدرة أو performance معين، قدرات معينة على هاي الشبكة تساعدهم على لعب أفضل ألعاب كليتنسي كسبيد، فهذا الشيء مميز بالنسبة لهم. عندك شبكة الانترنت الأرضي اللي وفرناها عن طريق شبكة الموبايل، هاي خدمة متميزة ما كانت موجودة في الدولة، أصبحت متوفرة بعد ما أطلقنا شبكة الجيل الخامس. اليوم من أكثر الطلبات عندنا على هذه على هذا البرودكت، ونحن سعيدين الصراحة بالإقبال اللي نشوفه. شيء آخر أيضا يهم الجمهور، الأسعار، هل هناك مثلا تعديل في الأسعار الخدمات المقدمة، وخصوصا هناك تنافسية ما بين شركة الإمارات الاتصالات المتكاملة لدو والشركات الأخرى في الدولة؟ صح، نحن بشكل مستمر نقوم بإطلاق عروض جديدة، شركات جديدة. على سبيل المثال أطلقنا مؤخرا عرض مع إسعاد، بطاقة إسعاد تقريبا ما يبلغ 40% خصم. اليوم وقعنا في معرض جايتكس اتفاقية مع فزعة، فنحن مستمرين دائما بتوفير أفضل الأسعار وأفضل الخدمات للعملاء. أخيرا، الجمهور يطمح للاتصال المرئي والاتصال عبر الإنترنت، هل سيتم توفيره عبر برامج محظورة في الوقت الحاضر؟ هاي الخدمات موجودة حاليا. اليوم على سبيل المثال عندك تطبيقات مثل كوميرا، عندك تطبيقات مثل بوتم، عندك تطبيقات أخرى شغالة لقطاع الأعمال، عندك تيمز، وعندك تطبيقات أخرى موجودة. نحن سياستنا نتعاون مع الجميع، أي مقدم خدمة من هذا النوع يحب أن يشترك معنا أو يعمل معنا شراكة في هذا المجال، بابنا مفتوح.
ودائما نطبق طبعا احنا منوطين نطبق معايير وطلبات الجهات المعنية في هذا المجال، بس بشكل عام بابنا مفتوح للجميع، مستعدين نقدم أي نوع من الخدمات. أستاذ فهد الحساوي، أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في التطور الدائم من خلال شركة الإمارات صارت المتكاملة دو، والتطور التكنولوجي والعلمي وأيضا المعرفي من خلال الخدمات اللي تقدمونها. شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المؤشر وقطاع الاتصالات، على أمل نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع حلقة جديدة ومواضيع أخرى.